ما وراء هذا الصوت والألحان كلمات من عيون الشعر أطلقها الشاعر الكبير سعيد عقل، يظهر عشقه وحبه لبنان. الرابع من تموز 1912 كان لزحل الهدية الثمينة التي وهبها الله لها، ولد فيها عبقري ترعرع ينطق شعرا وهو في 11 من عمره. عقل الذي كان مهووسا بالأرقام والأشكال لم يتسن له التخصص في مجال الهندسة، ففي 15 من عمره مني والده بخسارة مالية كبيرة استدعت منه الانصراف عن المدرسة والتفرغ للعمل حتى استقر في ممارسة الصحافة والتعليم في زحله. شغف عقل لم يقف، فإلى بيروت توجه وخاض قلمه في الصحافة، فكتب في العديد من الصحف والمجلات، واستمر بذلك بالتوازي مع دخوله من جديد مجال التدريس في عدد من المدارس الأدبية والفنية وصولا إلى التعليم الجامعي، وحاز بذلك على تكريم من موقع الرئاسة الأولى. لازم الشاعر عقل الإتقان في محطات حياته كافة، فأثره لمع في 30ات القرن الماضي من خلال كتابته المسرحيات الشعرية التي برع فيها وأضفى إبداعا جديدا عليها، عدا عن الأدونة الشعرية كرندلة التي غنتها فيروز. من روى بنا القمر جاءه أن خبر جعلنا طور دلا ودمى الحسن الأخر. من بحر خياله الواسع وصل سعيد عقل حياته بالسياسة، إذ كان من دعاة القومية اللبنانية، وأصبح في عام 1972 واحدا من مؤسسي حزب التجدد اللبناني، واعتبر الأب الروحي لحزب حراس الأرز، حيث عرف عنه إيمانه الشديد وتعلقه بالعلوم الدينية وانفتاحه على الآخر. بعد سنتين من مئويته يرحل أحد أعمدة الشعر في لبنان والعالم العربي، مطفئا شمعة الحياة، تاركا كنزا من الشعر والإبداع وحب الوطن. حملت بيروت في صوتي وفي نغمي وحملت